تأثرنا كثير بهالوضع، ونحن قاعدين اولادنا قاعدين بلا اشغال. اكثريه المؤسسات بيعطوا الافضليه للغريب، وكلنا يعني بشكل عام اللبناني اخذ قروض من البنك. يعني نحن عم ندفع الثمن من جيبتنا، بنسدد قروضنا بالدولار والقبض اللي بنقبضه باللبناني. يعني ازمه كثير اثرت علينا. المصيبة كبيرة أكبر ما أنت متصورتيها أو أي مواطن متصور. هن معهم خبر أنه المصيبة كبيرة بس ساكتين. أنا متوقع لهم يهربوا برات البلد، لأنه بيجي ليل بيقولوا ما في ضوء قمر، هربانين كلهم من البلد وتركينا، لأن المصيبة فعلا مصيبة كبيرة. ما في دولار بالبلد، بقول أدفع للسيارة بدفع 160 161 ألف يعطوني 100 دولار. هل فعلا نحن رايحين على وضع اقتصادي سيء اكثر من هيك الى انهيار، ويمكن هناك خجل من اعلان هذا الموضوع؟ اكيد اكيد، هذه شغله حتميه. السياسات السيئه التي اديرت فيها الماليه العامه والاقتصاد في لبنان على مدى تراكم 20 سنه وصلنا الى ما نحن عليه، وستستمر الازمه اذا لم يكن هناك اجراءات وخطوات جريئه وصريحه وواضحه لمعالجه هذه الازمات. المشكلة الأساسية أنه تراكم غياب السياسات الاقتصادية إضافة للسياسة النقدية التي طبعت على مدى 20 سنة بتثبيت سعر الليرة، وصل إلى أنه تفاقمت الأزمات وأصبح الشعب اللبناني يئن ويرزخ تحت أهم وأصعب ضائقة اقتصادية عم بمر بها بتاريخه. نعم، طب شو الحلول برأيك؟ أعتقد أنه الحلول لن تكون إلا بسياسات جريئة وواضحة وصريحة لمعالجة كل الأزمات من خلال إجراءات إصلاحية. بالتفصيل أكثر كيف يعني؟ بالتفصيل أكثر. اليوم الموازنة لموازنة الدولة اللبنانية 52% من إيراداتها بيروحوا لرواتب القطاع العام وملحقاتها، والباقي كله عجز كهرباء. لا يمكن اليوم أنه يقدر يكفي بلد بهذه السياسات إلا من خلال معالجة وضع القطاع العام وأي كلفة وأي إنتاجية، إضافة إلى الكهرباء وعجز الكهرباء اللي عم بيكون حوالي مليارين مليارين ونص دولار بالسنة، واتخاذ قرار بمنع التهريب. طبيعي طبيعي، هيدي من ضمن السياسات التي يجب أن تطرح علاج لكل المشاكل يلي عم تتناول الاقتصاد اللبناني. ما فينا نضل نحن نصدر ب 2 مليار نستورد ب 17 مليار والعملة الأجنبية عم تطلع من لبنان، خاصة مع تراجع التدفقات المالية من الخارج، سواء تحويلات اللبنانيين في الخارج إضافة إلى الاستثمارات اللي غابت كليا، لأنه أساسا الموازنة ما فيها أي شق استثماري.